الضوء الذي عرش على يدك وفي اصواتهم انقر على الروح اكثر فالروح تزهو بغنج الكلمه على كتف اللحن وبهم القي عن كتفك همك الجماعي وشاركنا الحلم ساعه ونحن ننادي بصوتك سنا الوان ورد وقوس قزح لونا واللام لمح الامل في صغار القطع وهم ينشدون الجمال والواو ورد حنى بعمر اليفاعه فهف وعلى بالنغم والنون رحم يحتضن جوقه الشباب وصوت يعلو ويزهو والالف اني انتم وبقوس قزحكم اسمي موسيقى الان واعلن للفرح بابا وفضاء لونا وشام وندى ويونا من كونه العابق بالموسيقى خصنا بوقت نقدر انه غال وغال اهلا بكم احبتنا الى حلقه جديده من برنامجكم مبتدا الكلام اسمحوا ان تتعرفوا الى ضيفنا في الدقائق الاتيه المايسترو حسام الدين بريمو. إجازة في الموسيقى بدرجة امتياز من المعهد العالي للموسيقى بدمشق. معاون مدير دار الأوبرا بدمشق. أستاذ في المعهد العالي للموسيقى بدمشق والمعهد العالي للفنون المسرحية. مؤسس ومدير لونا للغناء الجماعي. عمل مع الفرقة السيمفونية الوطنية منذ عام 1993 وحتى 2007. عمل في تدريب وقيادة مجموعة من الأوركسترات والجوقات، منها أوركسترا طلاب المعهد العربي للموسيقى. تدريب مجموعة من الجوقات، منها جوقة وزارة التربية. جوقة فرقة زنوبيا جوقة دير مارفرام السرياني جوقة أوركسترا زرياب رئيس الأقسام التالية في المعهد العالي للموسيقى بدمشق قسم موسيقى الحجرة قسم الكورال قسم العلوم النظرية وكالة المعهد العالي للموسيقى شارك في لجنة تحكيم القبول والتخرج في المعهد العالي للموسيقى منذ عام 1997 شارك في العديد من المهرجانات في الدول العربية وعالميا. ممثل سوريا عن محور الموسيقى في مشروع ذاكرة الوطن العربي المايسترو حسام بريمو. أهلا بك أهلا ومرحبا بك المايسترو حسام الدين بريمو مؤسس لونا للغناء الجماعي ومعاون مدير دار الأسد للثقافة والفنون وللتنويه أيضا مؤسس لكورال وزارة التربية أهلا آه. وسهلا فيك أهلا فيك أنا كثير كنت متأثر بالمقدمة الحلوة اللي حضرتك كتبتيها وكنت ناوي أنه انهي الحوار خلاص ما بقي نحكى أكثر من هيك تستحق أكثر حلو. مايسترو والعمل الذي نراه على الأرض لحضرتك في العمل الجماعي والشغف الذي نراه في عيون جميع المغنين هذا يستحق اكثر واكثر دعنا نبدا مع حضرتك في سيرتك الذاتيه والفنيه ولكن بعد الفاصل تفضل استاذ حسام وحضرتك ابن دمشق كيف رسمت الطفوله شغف الموسيقى لديك الحقيقه الطفل بيولد موسيقي او غير موسيقي كل اللي الاولاد بيولدوا بيحبوا الموسيقى لكن ما كل الاولاد بيكونوا حابين يصيروا موسيقيين انا من طفولتي بحس اني انا لازم اكون موسيقي كيف بيولد الشغف ما بعرف يمكن البيت بيلعب دور كل اخواتي بيغنوا ابي كان يرتل يمكن هذا الجو بيدفع الواحد بدون ما يشعر بهذا الاتجاه مه. فبدات اتعلم تدريجيا ايامنا ما كانت التعليم مثل هلا كان الولد بدو يتعلم موسيقى يقولوا له ما في داعي لأهله كان الولد اذا ماشي حامل جيتار بالشارع يتمسخروا عليه الحكاية يعني بالستينات فاخي اخي الحقيقه هو اللي عزز عندي هذا هذا الفعل وتدرجت تدريجيا ولما فتحوا المعهد العالي للموسيقى كان عمري 29 سنه يعني متجاوز سن القبول منيح بشي 12 سنه حضرتك كنت خريج معهد هندسي وبعدين تمام. اشتغلت بالتمثيل لمده تمام. ست سنوات مع فرق نعم. مسرحيه مسرحي. ومنها فرقه المسرح الجامعي نعم. بعدين ذهبنا باتجاه الاحتراف الموسيقى, الموسيقى. نعم م? يعني اين كانت الموسيقى مختبئه بينما كنا في المعهد وفي التمثيل لبين ما فتحوا المعهد كانت مختبئة مع الأصدقاء نجتمع نعزف نغني نحس أنه ما في حاضنة وكنا حزانة أنه هاي هذا الشغف ما له حاضنة وقت فتحوا المعهد حسينا أنه وجدت الحاضنة ورحنا اتجهنا ودرسنا حسينا أنه الآن ننتمي إلى الموسيقى مو فقط نحب الموسيقى الآلة اللي كنت حضرتك تعزف عليها سابقا أو قبل المعهد قبل المعهد كنت أعزف على الفلوت وعلى الترومبيت بالمعهد اضطريت اعزف على الاوبو عم اقول اضطريت لحتى ان قبل استاذ صلحي قال لي اذا بتعزف على الفلوت ما بدي اياك انت كبير بدي تعزف على الي انا بحاجه الى الاوبو قلت له جاهز فعزفت على الاوبو من منيحه يعني ل 2007 وانا بعزف على الاوبو من من سنه 90 حضرتك كنت من المؤسسين في المعهد العالي للموسيقى نتذكر هيك ايام المايسترو صلح الوادي الله يرحمه آه الله يرحمه آه هذا يعني نوع من كانت هناك معاملة أبوية ولكن هناك كان نوع من الدكتاتورية ربما في مم. يعني فرض الآلات التي يجب أن يعزف عليها مم. طلاب المعهد مم. حقيقة دكتاتورية فرض الآلات هو فعل أنا بشوفه فعل حكيم لأنه سوريا لا تحتاج ما نحتاجه نحن كطلاب شو بدك تتعلم؟ حابب تتعلم إيقاع؟ بعلمك إيقاع بس بالمقابل تتعلم باسون لأنه الأوركسترا بحاجة لباسون تعزف عود بس انا بدي اعلمك هورن لانه الاوركسترا بحاجه لهورن، بمرحله التاسيس يدفع شويه اثمان من قبل الطلاب. اليوم بيجي الولد بده يعزف على البيانو بدنا على البيانو لانه هو بارع على البيانو، الحقيقه نحن ما كنا بارعين على الالات اللي بنعزف عليها، لانه مو مؤسسين اكاديميا، فهو <applause> اتكا على هالقصه وكان يقلنا بقبلك هيك لكن بدك تتعلم هيك لانه الاوركسترا بدها هيك. ماذا ترك فيك المايسترو صلح الوادي اليوم؟ أه شغلتين. كن صارما لكن لا تكن قاسيا كان صارم وقاسي تعلمت منه الصرامه وابتعدت عن القسوه ايضا هناك يعني خلال الدراسه في المعهد العالي للموسيقى والتخرج فيه طبعا فيما بعد بدرجه امتياز كان تدريب وتعلم الغناء الكلاسيكي على ايدي اساتذه ايضا مثل جالينا خالدييفا جالينا من روسيا وفي مجال العزف على الاوبوا وحضرتك عازف في الفرقة السيمفونية الوطنية على يد فاغيف بابا بابا فاغيف بابا بلغتهم من اذربيجان أذر بيجان اثر هؤلاء الأساتذة أيضاً بحضرتك قد ما لك كبير أنا لما وصلني نبأ وفاة أستاذ فاغيف يمكن ضليت أبكي ساعة مه. أثر كبير جداً هدول الناس عطونا من كل قلبهم وما يشبه المجان يعني ما ممكن يكون اللي عطونا إياه على قد ما كانوا ياخدوا من قلبهم من قلبهم عطونا فنحن من هدول يعني تركوا اثر كبير بروحنا وبحياتنا الموسيقيه وبمستوانا الاكاديمي ايضا مم. التخصص والتميز بالغناء الكلاسيكي آه مايسترو، ماذا صنع لك على الصعيد الفردي مم. محليا وعالميا ام ان دراسات المعهد تبقى اكاديميه وهناك مم. ما يعمل به على صعيد الحلم الشخصي والانجاز مم. الفردي؟ استاسي قالينا كانت تقول لي انت ممكن تكون مغني بس ما كنت تصدقها لاني يعني انا ما كثير بحب صوتي لكن قدرت اتعلم كيف بغنوا افضل حتى اقدر انقل هي الخبره للمئات وان شاء الله بصيروا الاف يعني مثلا هذا التخصص بالغناء الكلاسيكي نعم هو تحول لمشروع من خلال تمام تماما ما كان ما كنت بقدر اعمل مشروع رغم انه حلم طفولتي لكن بدون ما اتعلم الغناء الكلاسيكي عند مدام جالينا وغناء الكورالي عند استاذ فيكتور بابينكو لكن ما كان ممكن ابدا الحلم هي الذخيره القويه اللي تعلمتها عند الاستاذين لحتى امت بمشروعي وانا شخصيا ما بيعني اني مغني لا كلاسيك ولا كان كلاسيك لانه بعتبر المغني بيعيش لنفسه وانا مو كثير ميال اني اعيش لنفسي، انا ميال اني اعيش للاخرين وقد ما كانوا كثار بيكون احسن. ايضا بمجال التدريس بكليه التربيه نعم حضرتك يعني ما بعرف رايك بالتربيه الموسيقيه او الدراسات العليا بالتربيه الموسيقيه نعم علما انه بالمعهد العالي للموسيقى نحن ليس, ليس لدينا دراسات عليا نعم الى اي حد ترفض الدراسات العليا في التربيه الموسيقيه ترفض الوسط الموسيقي لحد هلا هل لا ترفض يعني مم. لحد هلا هل ما صار ما صار عنا بسوريا دراسات ترفض مع الوقت صار في كثير من الشباب والصبايا اللي اخذين الماجستير هن اذا قدروا يتدخلوا على عملية وضع المناهج المساعده في وضع المناهج المساعده في ايجاد طرق لرفض الحركه الموسيقيه لكن بعده المعهد العالي للموسيقى اقوى مؤسسه موسيقيه في سوريا بما لا يقبل المضاهات يعني في كليه التربيه الموسيقيه بحمص ممتازه لكن اين يعني اين من منها ان تكون كالمعهد العالي للموسيقى مع الوقت ان شاء الله بتكون بنقدر نعمل دراسات عليا تفيد في رفد الوسط الثقافي الموسيقي لكي يكون افضل مما هو عليه وهو الان جيد جدا نعم ولكن برأي حضرتك ما المانع أن يكون لدينا مثلا أيضا تدريب على أن يكون العازف أو قائد الفرقة مايسترو يعني م. هل هذا موجود لدينا وأيضا دراسات العليا هذا جانب م. آخر برأي حضرتك كثير مهم نحن اللي منقود شوية فرق درسنا لملمة يعني أنا إضافة لدراسي مع أستاذ فيكتور مع الراحل أحمد الصعيدي من مصر م. وكل اللي جمعته برأيي أنا احيانا اخجل من اذا حدا بيقول لي مايسترو لانه القضيه اكبر من هيك بكثير القضيه تحتاج لتعمق علمي اكثر أه نحن عندنا مايسترو بسوريا استاذ ميساك لانه درس بايطاليا تلقى معارف علميه كثيره نحن بنتمنى مع الوقت يكون في عندنا دراسه معمقه لقياده الفرق لانه عندنا مواهب مواهب في القياده يعني مجموعه الاشخاص اليوم اللي بيقودوا فرق مقنعين رغم إنه غير دارسين بتعمق لهذا العلم. نعم. في مجال الغناء، حضرتك شاركت كمغني تينور إفرادي وكورال نعم. مع جوقة المعهد العالي للموسيقى نعم. تحت إشراف الأستاذ فيكتور بابينكو. بابينكو. وأيضاً في مصر ولبنان والكويت والعراق والإمارات والبحرين وأيضاً كثير. ولكن السؤال ما الرابط بين حسام المغني والأستاذ المدرب؟ وماذا استلهمت من المشاركات العديده محليا وعربيا وعالميا اكيد م. هناك خصوصيه لكل مشاركه في كل م. بلد م. ما في شك الحقيقه أنا, انا زرت سويسرا وفرنسا وهوني كانت الفائده الاكبر لاني تعرفت على كورالات ما منشوف مثلها في بلدنا باستراليا مثلا حضرت تدريب كورال اطفال ثلاث ساعات في طفل بيضايقين ثلاث ساعات ضيقوا تعلمت انه لا فينا نحمل الطفل على الجلد تعلمت انه فينا الصعب ندلله بتفكيكه هاد كثير الاختلاط اعطاني اعطاني معرفه كانت خافيه في الكتب قدرت اتعرف عليها على الارض مع الكورالات اللي شفتها او اشتغلت معها كمغني او كمدرب او كمغني فردي كثير الخبرات لزمتني مثل ما عم تلزم كل العاملين مثل ما تفضلتي قبل شوي نحن بحاجه لخبرات اكاديميه مكثفه داخل سوريا اكثر مما هي عليه حتى ما نضل عم نلقوة المعرفه من هون وهون. الخصوصيه الموسيقية بأنه حضرتك خبرت كثير من المشاركات عربيا وعالميا، الخصوصيه السوريه بالموسيقى وذوق الجمهور كيف تجده اليوم؟ أه بدي اقول لك عن ناحيتين، خصوصيه الموسيقى العربيه شيء لا يوصف. يذهل. بالبرازيل يعني كان في مذهولين ببنيه السلم الموسيقي العربي، بالبدايه فكروني عم بخترع، وقت اكثر على السلم الموسيقي صار بس بدهم يطلعوا معي بالكوريدور ليستفسروا انه اذا جمعنا هاد وهاد شو بصيروا؟ نحن عندنا السلم الموسيقي اربع نوطات وليس ثمانيه، اذا جمعنا الاربعه الفلانيه مع الفلانيه كثير مذهولين، اما بالنسبه للجمهور كثير عم يتطور باتجاه تذوق الموسيقى العربيه، انا عم راقب كانت الناس تحضر حفلات الموسيقى العربية وتستنى الأغنية اليوم كتير بيستنوا المعزوفة اللي فيها عمق اللي فيها توزيع وبينسروا فيها وبينصهروا معها الجمهور عم يتطور مثل ما عم تتطور بنية الموسيقى العربية بالتعاطي يوم الاثنين عم يتطوروا على التوازي الموسيقى العربيه وجمهور الموسيقى العربيه ولكن الحرب فرضت واقعها موسيقيا يعني على الناس في المجال الموسيقي اما بالعزوف او الابتعاد مم. او حتى يعني استمراريه الفعاليات الثقافيه سواء بلونا او سواء حتى بدار مم. الاوبرا او بالنشاطات الاخرى الحقيقه الحرب ما اثرت على الاستمراريه نحن كنا نتمرن تحت القذائف وقولا واحدا يعني مو مدعاء وسنين انا برايي كان المفعول عكسي عكس ما حضرتك تفضلتي، انا كنت اقول لهم للكورال بكره وقت بدها تنتهي هالفوضى وهالقذائف بدي اشوف العدد اقل لانه رح تروحوا تلتهوا بانشطه اخرى يسمح بها السكون والسلام. اليوم انتم متمسكين بهذا النشاط لانه متاح في هذا التوقيت وهذه الظروف، بالعكس حركت بعدين خلقت حاله داخليه حلوه، الحرب الله يبعدها نحن قدرانين نخلق حالات بدونها بس خلقت حاله وجدانيه حلوه دفعت الناس للبدائل بدائل الارجيله هي الموسيقى بدائل اللهو هي العزف والغناء فلا انا برايي كان الى جانب اثار السلبيه السيئه الله لا يعيدها كان في جانب ايجابي بهذا المجال بأننا الشعب يحب الحياة ويحب الموسيقى ولديه دائما أمل يعني حتى في إحدى الفعاليات كان في قذيفة فعلا هي نعم. وقعت واستمريتوا بالتدريب ثلاث قذائف استمرينا بالعرض وكان المدهش بأنه الجمهور ضل يعني إحنا يمكن ملزمين نكمل الجمهور مال ملزم والهواء الطلق بأرض ديار ما غادروا وحدة منهم كانت خلف الجدار اللي قاعدين عليه الجمهور يمكن خلق عنا اللي حدث شجاعه شوي نادره ما بعرف اذا كان في منها بالتاريخ بس هي شجاعه شو جمهور يضلوا والقذائف عم تنزل حوله طبعا هي دليل مثل ما حكينا عن يمكن حب والشغف في الحياه نعم. وبالثقافة يمكن هي الحامل الوحيد لكل السواد اللي ممكن تنتجه نعم. الحرب هي الحامل نعم. الوحيد لاستمراريه الحياه نشوء حضرتك الموسيقي ضمن كورال إلى أي حد مهد أو كون شغفك إلى العمل الجماعي وتطويره؟ جدا أنا كان أخي كنت طفلة صغيرة بيأخذني من إيدي على الكنيسة لحتى أسمع الترتيل وكبرت شوي صرت رتل مع الكورال كبرت شوي صرت مع كورال أكبر بلور الحلم تشكل أنه أنا بكرة بدي ساوي كورال لكن كان هذا بدون المعهد كان رح يكون مثل كل الكورالات الفاشلة اللي ما استمرت لأنه كنت باني حلمي على حلم اليوم بانية على أرض معرفية <applause> طيب أيضا إذا ما ذهبنا بما أنه عم نحكي عن لونا وعن العمل الجماعي وبعد شوي حنتعمق فيها أكثر مشاركة حضرتك بتحكيم عدد من البرامج أو حتى بالمرحلة التحضيرية لهي البرامج مثل <applause> سوبر ستار 2003-2004 <applause> إكس فاكتور 2007 أصوات 2017 <applause> طيب المعايير العربية باختيار الأصوات مو في اختلاف عن معايير لما حضرتك في لجنة تحكيم أيضا القبول م. في المعهد العالي للموسيقى المعايير الأكاديمية غير معايير هذه البرامج هذه م. البرامج معيارة لفت النظر هذا الشاب بيلفت نظر بينشز شوي هاته هذا الشاب بيغني ممتاز بس ما بيلفت نظر استبعده لأنه بتعرفي هذه البرامج أيضا تسعى للربح المادي يمكن يكون هذا حقها لكن الملفت مو هذا الملفت انه كان مجموع اللي كان يتم اختياره من سوريا هن نقد كامل مجموع اللي يتم اختياره من باقي الدول العربيه هذا مو مو رايي هذا راي الحكم الاساسي اللي كان يجي من من المؤسسه طيب مو حقنا نحن احتضان هاي الاصوات سوريا م. يعني اشتغلنا اكثر من برنامج على الصعيد المحلي مم. ما بعرف قد حضرتك بتقلي قد ايه نجحوا مثلا سيريان تالنت ما بعرف قد نجح ليش احنا ما بنعرف نحتضن هي الاصوات ونطورها مثل ما مثل ما تطورت عربيا نحن تقديري الشخصي بيلزمنا شغلتين منتج كريم منتج فهيم مم. نحن لا نمتلك خبره الانتاج وما بعرف اذا كنا نمتلك قيمه ماديه للانتاج لكن نحن بنتمنى نحتضن مواهبنا لكن ما بنعرف هل براي حضرتك نجح سيريان تالنت؟ انا ما حضرت منه ولا ثانية شارك فيه ناس مهمين ما حضرت منه في منه ولا ثانية لأني أنا ما حضرت البرنامج اللي كنت شريك لجنة التحكيم فيه اللي هو أصوات لأني شعرت من أول لحظة إنه نحن لن نستطيع أن نخدم هؤلاء الشباب نحن مننتظر يلي بينجحوا بالبرامج اللي مو سورية حتى نجيبهم ونكرمهم أنا برايي لازم نخجل من تكريمهم لأنه مو نحن اللي لمعناهم اللي لمعهن مؤسسه اخرى حضرتك صاحب مشروع جماعي يكاد يكون مؤسسه متكامله للغناء الجماعي نعم. على مستوى عال، لماذا لم يكن هناك فكره مثلا لمسابقات او لما يمكن فعلا ان يعطي الألق لهذه الاصوات المتميزه سوريا انا بفهمه هون للمجموعه من اصغر سن لاكبر سن، نحن عم نغني لنتطور ونفرح مو المع لانه اول ما تلمعي ولد الولد الاخر بينكفئ انا بدي انقل العدوى والاحساس بالعدل والاحساس بالفرح للجميع وقت تميزي ولد ضربتي باقي كل الاولاد يعني الاهداف مختلفه بلونا عن ايضا هدف تلميع او تمام الاهتمام بالاصوات لكن المميزه لكن بالاصوات من فتره لفتره بعمل برنامج اسمه اصوات من لونا مين حابب يغني لحاله بعمل لهم حفله بطوره بالخفاء بس ابدا ما بخليه يكون اميز من صديقه اللي عم يجي اجتهد احسن منه واليوم بالعالم يلي تخرجوا من لونا نجوم نجوم حقيقيين يعني نجوم باوروبا نجوم بالخليج نجوم بدول مختلفه لانه نتاسسوا صح تاسسوا صح وبصرامه بدك تعمل هيك لانه صح تعمل هيك هل خدمكم الاعلام في الاضاءه على لونا اكثر؟ أه، انا برايي الاعلام مقصر بالإضاءة على أكثر مما هو لونا يعني لونا مؤسسة صغيرة تعلم الغناء يمكن في مؤسسات إنتاجية صناعية أكبر من لونا وقع الوطني أكبر من مجموعة أطفال وكبار يغنون لازم الإعلام يتوجه عليها أكثر ما بلوم بس هذا توصيف الواقع نعم قبل ما نروح على فقرة ثانية فقرة عن قرب لنكون أقرب من آآ لونا حابة أسأل حضرتك لماذا لم تشارك بسيريان تالنت وما س... يعني هل لو حضرتك كنت موجود كان ممكن تعمل مم. أي تغيير أو تعديل مم. أو شيء ممكن يكون لصالح نجاح العمل أكيد لا أكيد لا ما شاركت لأني ما دعيت لكن لو دعيت كنت رح أعتذر بأكيد بتهذيب لأني ما كتير ما كثير صار عندي إيمان بمؤسسة إعلامية وعندها مقدرة إعلانية محلية لكن دعيت لحلقة واعتذرت بمنتهى التهذيب عن هذه الحلقة طب إذا بتعطيني حضرتك بس هيك فكرة عن شروط أو عن شو لازم نحن شو بنحتاج لحتى ننجح بهيك برنامج حكيت حضرتك بشكل عام عن منتج فهيم فهيم ومنتج, ومنتج, ومنتج كريم, كريم. نحنا بنحتاج اول لا. اول شيء لازم نعترف انه نحن ما بنقدر نعمل هيك برنامج بدنا خبرات اخرى طلعت يعني جربت وحاولت ودرست لحتى تحقق وثاني شيء بعد ما نلاقي هالشخص اللي قدران يخطط نقول له شو بدك مصاري لانه رح يرجعوا بالتصويت بيرجعوا المصاري بنقول له شو بدك مصاري ونعطيه إلنا بدي طاوله بتكلف مليونين ليره بنقول له ابشر لانه هي الطاوله بدها ترجع حقها فانا برايي هذا الكرم والمعرفه بياسسوا لانه نحن بلد غني بالاصوات اول متقدم باول مره شاركت فيها كان حلو كثير شب من اللاذقيه قال لي شب اللبناني مسؤول ما بنقبله قلت له ليه قال لي بسوريا اذا قبلنا بدنا نقبل الاف بدنا من اعلى منه وطلوع فسوريا مليانه مواهب تاخذ العالم رحكون رح نكون مع حضرتك عن قرب من لونا ومن الغناء الجماعي ولكن بعد الفاصل <applause> اهلا وسهلا فيك من جديد مايسترو حسام يعني حكينا عن مشروع الغناء الجماعي المؤسسي المتكامل المتمثله بلونا حابين نروح اكثر على البدايات والطموح وشغف الطموح والصعوبات وكيف التحدي ما بعرف قد كان في قبول من المجتمع المحلي لحتى نبلش ناسس ونشتغل بالبدايه انا قلت لهم الاول اجتماع عملناه ب 29 12 99 قلت لهم اذا استمرينا شهرين معناتها نحن قبضايات يعني. قاموا مرقوا 22 سنه ما بي ما كان لا عندي ولا عند زملائي شجاعة أو إحساس بأنه نحن رح نقدر نستمر ما في أرضية شو عشرين شاب وصبية جمعوا حالهم ليساقوا كورال وما في شيء اسمه ثقافة الاستماع للكورال أول حفلة قلنا لهم بدنا تمن البطاقة 100 ليرة قال مع وجبة الناس لسه ما تهيئت طبعا هذا الحكي 99 لحتى ما يحكوا هلا فالناس لسه ما تهيئت لانه فوت تحضر كورال، مره في نجمه سوريه كبيره قالت لي يعني شو يعني بتغنوا؟ قلت لها يعني هيك بتوقفوا بتغنوا؟ قلت لي. فوقت ما يكون في ثقافه الاستماع للكورال ما بيكون عندك امل انه هذا المشروع رح يستمر. الحقيقه صعوبات في صعوبات مو عنا في صعوبات عند كل الناس بكل شيء عم تعمله لانه بدون صعوبات تافهه الحياه. لكن قدرنا نجعل من الصعوبات تحدي جميل تحدي قاسي يعني مو قتال، تحدي جميل انه في عنا هالمشكلة، تعالوا نحلها. في الناس ما عادت قبلت هذا الشكل من الغناء ونحن ما بدنا نتخلى عن الفكرة اللي عاملينها، اللي هي الغناء الموزع، طيب تعالوا نختار قطع أقرب للناس لكن نوزعها أربع أصوات، بنكون ما تخلينا عن برنامجنا وقربنا للجمهور. آه ما في مؤسسات تتبنى او تشتري حفل تعالوا نحن ننتج الحفل نبيع البطاقه ب 150 ليره اشتغلتوا على التراث والاهتمام بالتراث جدا, جداً. وايضا باكثر من جوقة الان سنتحدث بشكل موسع اكثر وايضا م. اشتغلتم على التاليف الموسيقي او على لا. القطع الموسيقيه الجاهزه لتنين. وعملتم على التوزيع كيف كان العمل النظام الذي تمشي عليه لونا موسيقية؟ بالبداية كنت أنا أقوم بهي العملية لأنه بال 99 لسه كان ما كتير في شجاعة عند الخريجين أنه يعملوا هالعمل يبدو العدوى عملت مفعولة وصاروا بالعشرات وصرنا ناخذ منهم للاصدقاء ونعزف ونغني اعمال لاصدقائنا، بعدين انتشرت الكورالات الجميله بسوريا اللي انا فخور فيها من الفها الى يائها وصاروا يالفوا جديد وياخذوا لموزعين سوريين ويشتغلوا لهم. هون السؤال اين يعني بعض الجوقات في لونا تهتم بالتراث بشكل مركز شام تراث شام تماما وفي هناك ايضا فرق في سوريا بما تتميز فرق لونا عن الفرق الاخرى هي لحد هلا تتميز ام لسه ما لقيتوا حس المنافسه غير موجود لا موجود موجود ورائع جدا يعني الحسن الحظ انه نحن اصدقاء يعني نحن اللي عاملين الجوقات اصدقاء انا وقت إدرا في جوقة أرجوان بطرطوس أخذت الجائزة الأولى أنا أخذت الجائزة الأولى مو جوقة أرجوان وقت قريت النبأ بفيسبوك أنا فرحت أنت عم تسعي ل لخطة لجعل الكورال ينتشر في سوريا وأتشوفي واحد أخذ عنك, أخذ عنك المهمة بطرطوس أو بصافيتا أو ببرود أو بالسويدة بتحسي أنه هدول امتداد لمشروعك اللي أنت أطلقتيه وهن عم يقوموا بمهام متعبة جدا من أجل إتمام مشروعك بأسماء مختلفة فهذا فرح عظيم، المنافسة موجودة لانه يلي بس أن يعني بصمة حسام بريمو المايسترو حسام بريمو وبصمة لونا هي مختلفة وهي متفردة ومتميزة انا برايي التفرد فقط بالحجم والديمومة نحن وهذا مهم أي نحن كميتنا عددنا كبير شوي واستمرينا 22 سنة انه مشروع تنموي مجتمعي اهلي غير متكئ على مؤسسة بيخدم نفسه بنفسه بيمول نفسه بنفسه بي... بيطور نفسه بنفسه بي لسه عينكم على الفرق الاخرى ماذا تفعل وماذا تطور مشكلة. بشكل يومي بشكل يومي بياخذوا العقل بشكل يومي صدقيني يعني بتعرف بتسمعي بالغير الحميمه او الايجابيه الغير الحميمه والايجابيه انه يا الله. ال... وريح الفرق كيف او الجوقات والحفلات نحن عندنا طريقتين للريع لي... الاشتراك الشهري اللي بيدفعوه الجميع مني ولا اصغر طفل وايضا وقت نبيع حفله حدا بيقول لنا بدي حفله بنقول له بدنا هالقد بنعمل له الحفله وبناخذ هالقد ومخبيون حضرتك تقول انا اجتماعي بطبعي يعني نعم. انا كائن اجتماعي بطبعي نعم. ما الصفات التي يجب ان يمتلكها الراغب بتاسيس واداره جوقه للعمل الجماعي اذا ما له قدران يحب الكل طبعا. من قلبه بلا له هالقصه بدك تحب كل المقابيلك ومن كل قلبك لانه اذا ما هيك بالكذب بيكشفوا العيون عيونك بيكشفوا انك ما بتحب فلان او فلان آه روح لغير مكان الحب آه رابط متين جدا 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 مع الافراد اذا وجد بتحسي في طاعه آه طاعه يعني آه لا منطقيه انه كيف تسكتيله ما سمعتي شو قال لا بسكت له وانت رح تسكتي له كمان يوما ما بعد ما تعرفيه اكثر انا حضرتك قلت بانني كنت حاملا سيفا وترسا في البدايه وبعدين راح هذا السيف والترس لما صاروا بلاستيك هلا <applause> آه لانه بالبدايه بتجيكي ناس من شرائح مختلفه واذواق مختلفه وعندها خلفيات متباينه عن هذا الفعل بدك تربطيهم وتجمعيون ما فيكي عيني وقلبي ودادا بالبداية بعدين بتصير هاي المؤسسة بتقول هاي هيك نظامة يلي حابب يجي لعندها يلي ما حابب هيك لا يجي لعندها <applause> كان يجي جاي يغني اليوم جاي على لونا للغناء الجماعي الفرق كبير مثل إذا بتأسسي مؤسسة فكرية أو علمية أو بيجيكي اللي رايدك بالبداية ما حدا ما بيعرف يعني كورال صدقا يعني هلا ما بتعلموا عزف على الكمانجه لا يا مدام انا بعلم بس غناء للولد هلا بيجي على لونا اللي حابب يغني ما اللي حابب شو ما كان طيب حضرتك تقول انا احاول ان اصنع الفرح من خلال هذا الغناء الجماعي نعم في مقابل ذلك تقول الموسيقى غير السهله هي مدرسه في صناعه انسان مختلف ضمن مجتمع يجب ان يكون افضل كيف وما هي هذه الموسيقى؟ هذه كمان بتجيب الفرح غير. وهي غير سهله هي بتجيب الفرح الفرح بينج الفرح حالة داخلية آه مركزه الدماغ وليس القلب كيف دماغك عم يستوعب الموسيقى اللي قدامك بالبداية إذا جبنا حدا كتير فطري وبيسمع أغاني شعبية فقط وسمعنا عمل سيمفوني لموتسارت اللي هو سهل وقابل للسمع بيقول لك شو هذا طنطني قلنا له تعا تعا اسمع شوف هون شو حلو شوف هون شو حلو بعد شوي بيقول شو حلو من سمعوا لفاغنر بيقول لي شو هذا هذا خبط هذا تخبيط في سويات للتلقي سويات التلقي تختلف من انسان لانسان ومن متدرب لمتدرب اخر كل ما ارتفعت سويه التلقي بتصير سويه الفرح منسجمه مع سويه التلقي الارقى والاعقد هدول مفردتين دقيقتين ارقى واعقد إيه اكيد اكيد آه آه شوستاكوفيتش اعقد من موزارت لكن انا فيني انبسط اذا تعرفت شو بيقدم هذا فسوية التلقي العالية مع الفعل المركب والصعب بتساوي فرح بغض النظر عن عن المفاهيم الاخرى، الفرح ليست حالة عاطفية هيك سطحية لا هي حالة عقلية بتتطور. وايضا التعامل مع اصوات مختلفة في جوقات مختلفة وبأعمار ايضا <متحدث> مختلفه ما بعرف قد ايه نحتمل الخطا كيف نشتغل مع اطفال يمكن بشوقه سنه اصغر مم. اصغر مرحله جوطات. عمريه لا بقوس قزح ما بعرف حضرتك بتقول احيانا لا اقبل الخطا الخطا نعم. هو غير مقبول نعم الحقيقه هذا مع الوقت ربيته بحالي يعني هذا ما بيولد مع البني ادم انا الجوقه اللي كنت خايف تاسسها هي سنه ضليت عم بقرا عن عالم الرياض سنتين صدقيني سنتين لحتى م. ما اوقع بهفوه او خطا لحد بعدين اكتسبت شجاعه لكن اول تمرين رجعت على بيتي مهدود حيلي يا ترى انا قدرت اوقف كما يجب مع هدول الاطفال نعم يعني حضرتك غيرت في هذه الاصوات وهذه الجوقات عبر سنوات اجيال موسيقيه تعيش معهم ساعات طوال وتقول ان نحن لا نعتمد الخطاب المباشر بالكلمه نعم. هذا الاثر الذي تركه المايسترو حسام بريمو في جميع هذه الفئات العمريه هذه الاصوات الجميله مم. ما الذي يعلموك اياه او ما الاثر الذي هم تركوه في الحقيقه اهم اثر انه أستاذ لازم تواكب العصر مصرين ملاحقيني كيف اول شيء العلاقه مع الالكترونيات ثاني شيء العلاقه مع مع الميديا وثالث شيء العلاقة مع المتغيرات في الأذواق صدقيني أنا لو ما هون كنت لهلا عم اشتغل بذهنية ابن ستين سنة أنا اليوم اشتغل بذهنية ابن عشرين سنة بفضلهم متابعة ليش بيتابعوكي؟ مو ليصححوا لا لك لأنهم بحبوكي اليوم بيتابعوني أولادي لأنهم بحبوني إنه أستاذ نحن ما بدنا أحيانا بقول له سكوت معلش لازم يكون عندك خبرة أكثر لحتى تحكي بهالموضوع، بيرجع لي بعد جمعتين بيقول لي أنا جمعت خبرة بعد جمعتين بدي أحكي معك، فهن خدموني كثير بأنه جعلوني مواكب حتى إذا بدنا نحكي عن دفاعك عن مجال الغناء الجماعي، تقول الجمال الذي تؤديه الحناجر في الغناء الجماعي لا يؤديه الغناء الفردي على حنجرة آه واحدة إيه نذكر حنجرة واحدة هي حلوة لكن غناء مم. الجماعة هو أجمل وأفضل هل مم. هذا اعتراف ولماذا يعني غالباً يبرز الفرد أكثر من الجماعة؟ يبرز الفرد أكثر من الجماعة لأنه بالغناء بالغناء لأنه عصر السوبرمان لسه ما انتهى عصر الفرد الذي يصنع المعجزات ما زال قائماً. فنحن بدنا نضل قبلانين انه هلا لسه نحن بدنا نعبر مرحله مهمه لبين ما تصير الناس تشعر بجماليات الغناء الجماعي اللي هي مختلفه عن جماليات الغناء الفردي احترامنا للفرد السوبرمان بخلينا نسمع الغناء النشاز من مغني فردي وننبسط لانه نحن بنحب الغناء الفردي مو بنحب الفن المتقن مع الوقت بتتبلور عند المتلقي قيمة تذوق الغناء الجماعي وبيدرك بلشنا بلشت جدا اتبلن. جدا كان في كان في كورال صار في عشرين كورال عشرين كورال بدون جمهور العشرين كورال ما بيستمروا فطبعا بلشت وأنا في غاية السرور أنه بلشت وبلشت الناس تقصد بدون وجبة وبدون مغني سولو هاي الاستمرارية هي تراكمية هل هذا تراكمي أو لا دائما هناك قبول مثلا مرحلة عمرية إذا إجا مثلا طفل بعمر 13 سنة مم. أنا بقبله ولو لم يكن مثلا في سنة بلش بسنة واستمر والتقاب لا تغيرت الاستراتيجية نحن يعني كنا نقبل بأي عمر شو ما كان وضعه اليوم فقط بسنة بنقبل اللي ما عنده مؤهلات بألوان لازم يكون بيعرف يأدي صح بورد لازم يكون يعرف يقرا سولفيج قوس لازم يكون متدرب على الغناء الجماعي بشام لازم يكون صوته جميل مه. فلا صار في معايير قبول طيب الـ الـ ما بعرف دائما في معاناه بتنفيذ النشاطات او الفعاليات الموسيقيه بالمكان الى اي حد لونا قادرة على احتضان المنتمين اليها يعني دائما آه نحن قادرين نستوعب بكل جوقه مثل القوم الرحال صرنا مغيرين شيء 10 12 محل بس عم كل مره عم نختار محل بيستوعب هي الكميات والحمد لله لحد هاللحظه خلينا نضوي أكثر على طريق الحرير على جوقة تغني بأكثر من 20 م. لغة، م. يعني هذا التميز وإبراز المختلف وما يسهم في تطوير الموسيقى أم هو عمل على الكرال بشكل مختلفين العمل على أكثر من لغة هل هو الابراز باننا نحن مختلفون ام هناك فعلا استراتيجيه وهدف للتطوير؟ اهداف اخرى نحن ربما لا ننتبه اليها. هلا هن هدفين، الهدف الاول هو الاطلاع على فنون الاخرين اللي هي فنون جميله. مم. ليش لننحرم من انه نتعرف بكازاخستان كيف بيغنوا ونغني مثلهم؟ ليش لنكون كثير متقوقعين داخل داخل تراثنا؟ آه والهدف الثاني اللي هو هذا كيف بتحسيه شوفيني شوي، اظهار مقدره الحنجره العربيه. على اداء الوان متعدده وفي سبب علمي يعني مو 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 انه نحن عندنا احرف ليست موجوده في باقي اللغات الحاء والعين والهمزه والقاف والضاد هدول نحن وعندنا مقدره على لفظ الاحرف الصوتيه كلها تبع كل الكره الارضيه وعنا مقدره على لفظ احرف صعبه باللغه المجريه كتير تعذبنا ببعض الاحرف الساكنه فعندنا مقدره فلا خلينا نظهر مقدرتنا وننفتح على الفنون الاخرى خلنا نشوف شيء يا ريت <applause> يا مايسترو على كل هاي الجهود اللي عم تبذلوها بسي. بالاجمل كمان عندنا اوركسترا ندى مم. وترافق كل الجوقات في الحفلات مم. المختلفه لكن نحكي شوي عن ندى مم. الحقيقه اوركسترا ده هي مو اوركسترا ثابته يعني لا اطار مثل كل الاوركسترات بسوريا ما عدا الفرقه السيمفونيه هي اوركسترا مؤلفه من مجموعه العازفين السوريين اللي عندهم كفاءة ورغبة في مشاركة الجوقات فمرة بيكون عندنا عشر عازفين مرة خمسين عازف مرة ثلاث كمانجات مرة عشرين كمانجات بناء على ما تتطلب هذه الحفلة وهن أصدقاء محبين جدا وفي شيء لازم أقوله على الهوى أنه هن بيرافقونا بمبالغ قليلة جدا بالقياس للي بيتقاضوه من غير فرق حبا بالجوقات وايضا حبك بالموسيقى وبالعمل الجماعي تماماً دفعك أيضاً, ايضا الى العمل مايسترو مع ذوي القدرات الخاصه خلينا نسميهم كيف توجه هذا العمل وكيف تحقق املك بالانجاز إن كان في امل ما بعرف كيف هو فعلا صار على ارض الواقع انا الحقيقه متفاجئ انت كيف قدراني تجمعي كل هدول ومسرور طبعا الحقيقه انا دعيت لاختيار مدرب لهم فارجاني الدكتور علي ارجاني فيلم عنهم قلت له اخترته انا <applause> وقتي ضيق قلت له اخترته للمدرب انا بدي دربهم ما راح اتركهم لحدا تاني ما فيني اوصف حجم الفرح اللي بعيشه انا عم دربهم هن عندهم مشكله سمعيه يعني هن افتهم سمعيه منهم مركبين حالهم مشكله كبيره بالتدرب على الغناء أي. كنا نتجاوزها بالحب اللي عم لك عنه، بالحب وقت الولد يحبك يعني وقت وقت تقربي يكون يعني هن على المسرح انا تحت، قرب تجي الطفله اللي ما عم تسمع تعمل لي هيك على خدي، انا بنط قلبي من الفرح. هذا الحب هو اللي خلاني شوي اجتهد زياده من اجل ان اوصل هذه الفكره لهؤلاء الاطفال، سجلوا النشيد العربي السوري، يعني هي قضيه صعبه جدا جدا وغنوا اغاني اطفال وعملوا حفله آه وبتمنى هلا نرجع لانه الكورونا وقفتنا وما رجعنا بتمنى نرجع لانه ولا ملائكه هذا العمل يدل ليس فقط على حب وانما يدل على احترافيه وعلى اكاديميه عاليه بمجال العمل مع الاطفال خلينا نشوف نتابع شيء من العمل ونرجع تفضل <applause> مايسترو عم نشوفه بعيون اطفالنا وبعيون الشباب الشغوفين بالموسيقى اذا حبيت اسال حضرتك العمل على مشروع جماعي من خلال لونا لكنه بشكل عام هو مشروع خاص بحسام الدين بريمو مم. هكذا هل هكذا يثمر الفرد في المجموعه ام اليد المكان متسع او القلب مم. منفتح مم. على مشاركات وتعاون من قبل مم. اختصاصيين اخرين نحن عانينا من مشكله كبيره عانت منا كل سوريا انا من عشر سنين لليوم بهيئ كوادر وبيسافروا مؤسف ما عم يضل كوادر هي وما زلت اهيئ كوادر ايضا وما يعني نجاح لونا الى فقط حسام الدين بريمو في التاسيس والاكمال ام هناك استشارات او هناك تعاون؟ مم يعني كما هو المشروع الجماعي هل هناك استراتيجيه مم للعمل الجماعي في التخطيط او لا؟ اليوم قادر المحيطين لا اليوم المحيطين وبالاخص المختلفين واللي بنسميهم محامي الشيطان هن كثير مهمين بصناعه القرار الاكثر صوابا لكن انا كنت بتمنى اللي سافروا يكونوا بعدهم بسوريا لانه تعب منيح عليهم لكن ما زال عم يتعب أحدهم. حدا وما زالوا مخلصين للونا بشكل لا يصدق. خلينا نوه قبل ما نروح على فقره صدى يعني لاستغلال الوقت مع حضرتك ياونا ايضا هي كلمه اهراميه تعني, تعني طير الحمام, الحمام وهي اسم للفرقه الراقصه التي مم. تاسست ايضا في 2015 تحاكي عمل الجوقات بصريا مم. بس على عجاله مايسترو معاني الاسماء ورد وشام وقوس قزح وياونة كيف الاختيار؟ ضو فرح ضو فرح وعطاء ضو فرح وعطاء وياونا التي تحمل هذا هذا الفرح محمد شباط الاستاذ محمد شباط بيدرب الرأس لاني انا بالرأس ما بعجبك ابدا لكن هن ايضا بيشتغلوا معنا بتلقائيه جميله جدا 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 خلينا ننتقل مع حضرتك للصدى وبعدها بنرجع تفضل راح ناخذ مباشرة شهادة المايسترو عدنان فتح الله عميد المعهد العالي للموسيقى وقائد الفرقة الوطنية للموسيقى العربية صديقي العالمي. وحبيبي عدنان. أستاذ عدنان تفضل أستاذ حسام حسام ريمو صاحب مشروع جدا جدا مهم عم يساهم وعلى مدى سنوات بنشر الموسيقى وتعليم الأجيال أجيال موسيقى لإيمانه أكيد بدورة الانساني ودورها التربوي ودورها الثقافي طبعا انا على كثير قريب يمكن من مشروع لنا الغناء الجماعي وبعرف الاستاذ حسام كيف بتعامل مع مع الطلاب أه بظن ببدايه اكيد شغله مع الاطفال الصغار في جانب تربوي أه بيزرعوا عند الطلاب جدا جدا مهم وبصراحه انا كثير بتعلم منه بتعلم من افكاره اكيد بهذا 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 المنحة وبتمنى لهذا المشروع الاستمرار والاستمرار لنتائجه الايجابيه واثره الايجابي على على اطفالنا. طبعا عزفت مع مع قوس قزح ومع اوركسترا 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 ندى وكنت سعيد بعده تجارب اشتغلت مع الاستاذ حسام ريم وبذكر يمكن مع جوقه شام كنت يعني اول حفل قامت في جوقه شام واللي هي الجوقه المختصه بالاعمار اعمار اعمار الكبيره كنت انا عازف العود باول حفله كنت سعيد جدا بهذه التجربه. خلال سنوات الازمه استاذ حسام التمرينات الكورال وتجمع الجوقات وحفلات الجوقات ما وقفت وكان في اصرار منك على استمرار هذا هذا المشروع وحققت نتائج جدا جدا ايجابيه. اليوم شو دور الاستاذ حسام الدين بريمو و ولونا للغناء الجماعي بالمرحله القادمه بما يخص بما يخص اطفالنا المرحله القادمه اللي هي اكيد هي مرحله اعمار ومرحله نشر للثقافه و واكيد الـ 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 الامل اكيد بتطوير بي كثير من المناحي ومن اهم الموسيقى والغناء، فبدي اعرف الاستراتيجيه او الخطه القادمه مع مع لونا الغناء الجماعي. هي كبيره هي. للمايسترو عدنان هي. فتح الله شكرا استاذ وهو يعزف مجانا نعم. في لونا نعم, آه نعم. لونة. نعم. انا بدي اقول له استراتيجيتنا في الايام المقبله الاهم التوسيع نحن رايدين يزيد العدد لانه هذا كثير بيدعم بقاء المؤسسه، واثنين بلشنا نوجه الاطفال نحو فنون اخرى اللي هي التمثيل والرقص لانه هي فنون موازيه وممكن نكتشف مع الوقت بيننا راقصين ممتازين وممثلين ممتازين. والشغله الثالثه المهمه هي اعداد الكوادر وتوسيعه لحمل لونا هلا او بعد عمر طويل الى اي درجه نحن بحاجه الى الايادي البيضاء الى من يعمل بشغف دون النظر الى الناحيه الماديه فقط لانه يحب الموسيقى وانه يريد ان يقدم الى نحن الحين. بحاجه لهم وهن كتار سوريا مليانه مليانه قلوب بيضاء اسمح لنا ننتقل ايضا لشهاده الدكتور عصام التكروري الشاعر ومدرس ماده القانون الدولي بكليه الحقوق بجامعه دمشق بعد بنرجع تفضل طبعا أستاذ حسام بريمو هو من القامات الوطنيه الفنيه اللي انا على الصعيد الشخصي جدا بعتز بصداقته من الاستاذ حسام نتعلم شو معنات الشغف بالموسيقى شو معنات حب العمل شو معنات التفاني بالعمل حقيقه اللي قدمه على صعيد الموسيقى وتحديدا علاقته بالطفل وبموسيقى الطفل اعتقد انه هو تحول الى ظاهره نادره في سوريا واتمنى ان تعمم على المستوى الشخصي انا بشعر الاستاذ حسام بريمو شخص بيعلم الاخرين كثير قادر على انه يؤثر الاخرين بنبله بطريقه بعطائه بعطائه اللي فعلا هو بدون مقابل حتى اذا بدنا نحكي عن المقابل المادي فهو مقابل مادي شبه رمزي او حتى الاستاذ حسام بريمو على الاطلاق ما بيعير له اي اهتمام بالنسبه له الشغف بالموسيقى الشغف بالتعليم الشغف بالعطاء هو مساله اساسيه بحياته طبعا باول مره انا التقيت الاستاذ حسام بريمو وهو قامه فنيه معروفه ضمن اطار نشاط كنا عم نشتغل آه تم دعوتي للعمل آه عليه مع مجموعه آه بجمعيه عين الفنون آه كان الاستاذ حسام بريمو هو احد الاشخاص احد القامات الموجوده بهي المجموعه آه وأول عمل, عمل عملناه آه او خليني اقول اول عمل انه انا تشاركت مع هي الجمعيه اللي انا بعتز بوجودها بسوريا آه في كان هو مع مساله الاستثمار بالثقافه أستاذ حسام انا عندي بنت وحده اسمها سيلا وهي موجوده بلونا بقيادتك وتحت جناحك انا بعجز على اني اتعامل معها انا بدي اسال حضرتك كيف قادر تتعامل مع جروب من الصبايا والشباب الصغار بيتجاوز عددهم ال وقادر انك تضبطهم بهالطريقه اللي فيها حنان كثير <applause> دكتورة عصام شكرا آه صمت سيلا اسمها سيلا صمتها بيحكي وأنا تعلمت اسمع الصمت أنا بتعامل معها تجاوباً مع اللي بتقوله بدون ما تقوله فهي هي فعلا صعبة لأنها ذكية كثير السهل والاعتيادي مو موجودين بحياتها بحاول أحس شو بدها وتعامل معه وليس شو اللي بتقوله يعني فعم بنجح بتقول أعيش مع الولد كما يجب أن يكون كما يجب أن اتعامل معه طبعا شكر للدكتور عصام التكروري على مداخلته وعلى مدخلت سؤاله شكرا اسمح لنا ننتقل ايضا لراي الدكتور علي المبيض معاون وزير الثقافه سابقا تفضل اللي بيميز حسام بريمو الفنان انه بيشتغل على شيء اسمه التراث السوري وهذا الشيء بيميزه وبميز الفرق اللي هو مؤسسة وعم عليها طبعا التراث السوري بمفهومه الواسع فعنده حفلات باللغة العربية طبعا وبعدة لغات الكلدانية الآشورية الآرامية الشركسية وهي هدول مكونات المجتمع السوري واللي بيميز المجتمع السوري مثل ما بيعرف الجميع انه اللوحة السورية جميلة عندما تكون ملونة فرق كورال اللي أسسهم حسام بريمو هن باختصار سوريا بكل مكوناتها وبكل أطيافها وبكل ألوانها وحقيقة هذا اللي بيميز الكورال والمدينة مثل دمشق ومن خلفها بقية المحافظات السورية تستاهل أن يكون عندها فرق فنية تملئ هذا الحراك الثقافي الفني اللي فرق لونا الجماعي وغيره بتعبر عنه استاذ حسام بريمو انت بتعرف انك صديقي ومثل ما بقول لك صديقي الجميل واللي ما بيزيد بينقص وانت انسان منفتح وفنك منفتح وثقافتك منفتحه على الاخرين فانا اطالبك ومع محبه بالاستمرار في الخلق الخلق الذي يبتكر الإبداعات الجديدة اللي واقف بمكانه عادة بيرجع لورا وانت ما تعودنا منك نهائيا إنه تقف في مكانك فأنا بسألك شو الجديد اللي عندك طبعا شكر للدكتور أيه. علي دائما يتحدث عن الابداع والابتكار وما هو جديدكم أه، نحن جديدنا الانتشار جغرافيا في الجمهوريه العربيه السوريه لانه بنشوفه كثير مهم وين ما رحنا بنختار ما يناسب زائد حبه يعني مثلا نحن عندنا حفله طرطوس يوم الجمعه القادمه اللي ما بتعرف شيء عن اللغه الاراميه فنحن عندنا ثلاث اغاني باللغه الاراميه بطرطوس مشان نشر ما كنا قد بدأنا به لكن على الجغرافيا السورية أما على صعيد الإبداع الجديد فانتظرنا ستة شهور نحن مخزوننا رح نقدمه بالمحافظات السورية حتى نهاية الواحد 21 وعم نحضر شيء كثير مهم ل 22 دكتور علي بالانتظار ان شاء الله حضرتك معاون مدير العام لدار الاسد للثقافه والفنون كيف تجد احتضان الدار ام لا تعول لا تعتمد كثيرا على أه مسرح دار الاوبرا الدار على قد امكانياتها عم تعمل اللي عليها، انا بطلب منها بطلب مني اكثر من ذلك ايضا هل انصف حسام الدين بريمو في سوريا؟ من لونا للغناء الجماعي ماذا يطمح؟ يعني هل ما الجهات التي كرمت هذا آه. العمل الجماعي؟ كثار اللي, اللي كرمونا ببسمه، كتار اللي كرمونا باهتمام بسيط، انا ما كتير بحب احكي عن الاهتمامات عبر الهواء لأنهم هن بالقلب اللي كرمونا وليس ما, ما ناطرين مننا شكر أو إعلان كتار شعروا بما نقوم به وكرمونا وأنا مسرور بإني موجود بسوريا أمام هذا الكم الكبير من الحب من من يستطيعون التكريم ومن من يستطيعون التعلم نحن مسرورون بجهودكم بوجودكم بيننا اليوم عبر ساعة من الزمن نعرف أن وقت حضرتك مشغول وحتى أجلت تدريب, تدريب كرمال تكون معنا فشكرا كثير لحضرتك المايسرو حسام الدين بريمو مؤسس لنا للغناء الجماعي ومعاون مدير دار الأسد للثقافة والفنون أهلا وسهلا فيك نورت من برمودا أنا في غاية السرور شكرا كثير لك طبعا انا بس اسمحوا لي مشاهدينا اشكر زميلنا زياد خوري على المشاركه بالتحضير للافكار وبالاعداد للحلقه وشكر لكم على حسن المتابعه وقفنا معكم على ناصيه الابداع والانسانيه مع ضيفنا وما زال مبتدا الكلام ينتظر استمراريته لديكم الى اللقاء